ما حكم استعمال بطاقات الائتمان كماستر كارد وكريدت كارد اشتري واسدد قبل الوقت؟ كنت سألتك في الحلقة الماضية فبما تنصحني لأني أتسوق كثيرا. يا بني لقد أجبنا عن هذا السؤال أكثر من مرة. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول استخدام بطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على السلع أو الخدمات دينا. الأصل أن التعامل بها ممنوع لأنها تتضمن شرطا ربويا لابد أن توقع عليه وأن تقبل بتطبيقه. إذا تأخرت عن السداد تعطيك فترة سماح، إن تأخرت عن السداد بعدها طبقت عليك فوائد ربوية وغرامات تأخيرية. الأصل فيها المنع، لكن نظرا لعموم البلوى بها ومسيس الحاجة إليها وعسر البدائل، فإن قرار المجمع أنه يرخص في استعمالها عند الحاجة لمن تيقن أو غلب على ظنه القدرة على الوفاء قبل الميقات وقبل استحقاق الغرامات التأخيرية والزيادات الربوية، على أن يكون استخدامك لها يا بني في حدود الحاجة وفي القدرة على الوفاء. وأذكر دائما لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الشريعة يا ولدي تبغض الاستدانة إلى قلوب الناس، لا تستدن إلا من حاجة حقيقية. نبيك سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا كان لا يصلي على من مات وعليه دين إذا لم يترك وفاء، وكان يقول صلوا على صاحبكم، وهو القائل يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فاحرص يا ولي إن استعملتها أن تستعملها في حدود الحاجة الحقيقية وفي حدود قدرتك الحقيقية على الوفاء. وإن كان لديك حساب آخر ديبت كارد اربط هذا بذلك بحيث يتم استقطاع الدين مباشرة من حسابك الجاري الذي في البنك، فلا تنسى، لا تتعرض للنسيان أو للانشغال عن الوفاء في المواقيت. بارك الله فيك.